الهندسة الوراثية كتير مننا سمعنا عنها من حوالي 10 سنين. كان الكل بيقول خلاص المجال الطبي في الهندسة الوراثية ده اختراع، يعني ما بعد اختراع. وللأسف لما جيت عمل بعض الحوارات احبطت، ان البعض قال انه ما زالت احلام، مجرد احلام. النهاردة بقى فيه جديد، ان الحلم بقى واقع، وان الهندسة الوراثية يعني اوريدي بدأت تحقق نجاحات ونجاحات ملموسة، وخصوصا هنتكلم بشكل اقوى في مجال السرطان، وفي مجال اكتشاف يعني بعد اكتشاف الخلية المناعية اللي موكل اليها مهاجمة السرطان، اصبح من خلال الهندسة الوراثية اكساب هذه الخلية جزء من المناعة الأقوى. عايزة يعني دكتور عمر فهمي معانا النهاردة، رئيس أقسام أمراض الدم كلية طب القصر العيني، هيقول لنا إيه حكاية التي سيل والهندسة الوراثية والخلاص من السرطان اللي نأمل هذا يا ربي، ودي نحمد ربنا عليها. معانا الدكتور. شكرا يا فندم. وحضرتك زي ما قلتي بالظبط، من حوالي 10-12 سنة كان كلمة الهندسة الوراثية ده وهم، بيقول لك قريب بقى هنخش في مجال الهندسة الوراثية، بس ما نقدرش نقول امتى. فالحقيقة زي ما حضرتك قلتي برضو، ان لما عرفنا وتأكدنا ان في خلايا ربنا خلاها جوه جسم الانسان، وظيفتها الأساسية مهاجمة اي جسم غريب وبالذات اي خلايا سرطانية. طبعا خلية سرطانية ده جسم غريب، بتبتدي تروح الخلية ناحية الورم ده وتبتدي تكسر فيه. طب أدام كده يبقى خلاص المفروض السرطان كله يروح، لكن لا، يعني وفاق كل دي علم عليم كده ان مفيش حاجة اسمها حاجة زي كده تحصل بمنتهى السهولة. فبيبتدي السرطان للأسف الشديد هو اللي يأثر على التي سيلز، يعني هو اللي بيضعف المناعة، يعني بيخلي العيان عرضة انه مش بس الورم ينتشر فيه، لا ده كمان ما عندوش مناعة. فعشان كده كتير للأسف من مرضى الأورام وبالذات أورام الدم بيتوفوا من دخول جراثيم جوه الجسم في عدم وجود أي نوع من أنواع المناعة. ودي تقريبا يعني أقول لحضرتك إيه، يمكن السبب ده يسبب وفاة أكتر من السرطان نفسه، إن المناعة بتنزل خالص، دخلت جراثيم كتيرة جدا جوه الجسم وفتكت بالجسم تماما. يعني المهم عرفنا إن التي سيلز دي اللي هي بتاعت المناعة أو خلايا التي، فقلنا حاجة جميلة قوي، بس يا دوبك الـ FDA أو منظمة الأدوية والدواء والغذاء الأمريكية يا دوبك من 4 سنين وافقت على استخدام الهندسة الوراثية بس في حالات معينة جدا، ويمكن أنا عشان مجالي هتكلم على مجال سرطان الدم، ما بتستخدمش غير في الحالات المتقدمة جدا جدا العنيفة جدا جدا والغير مستجيبة للعلاج. يعني زي ما تقول حالك إيه، آخر سلاح بقى عندي، عمال أدي في علاج أدي في علاج والسرطان مش راضي يستجيب. فعشان كده بنخليها يدوبك للحالات دي فقط. طيب نعمل ايه في الوحش اللي قدامي اللي انا مش قادر عليه خالص ده؟ بقوم جايب المريض نفسه واخد من المريض نفسه التي سيلز بتاعته المناعية، باخدها زي ما هي كده، وبعدين ابتدي اعمل بقى الهندسة الوراثية. يعني التي سيلز دي النوع من انواع الخلايا المناعيه اللي موجهه او ربنا خلقها عشان تهاجم السرطان، بنستخلص هذه التي سيلز من جسم المريض نفسه. بالظبط يا فندم، هي بالظبط زي ما تقولي حضرتك، سمكه لسه عايشه بس يعني لو ما خدتهاش دلوقتي هتغرق. فالتي سيلز دي باخدها يا دوبك في المرحله اللي هي لسه ممكن تشم نفسها على قيد الحياه. باخد التي سيلز دول، هنقول مثلا 1000 خلية، كويس، اخدهم زي ما نقول كده بالعربي يعني احطهم في مطبخ. المطبخ ده فيه ايه؟ المطبخ دي فيه اللي هو المعمل، عشان بس بنحط شوية بهارات يعني. المواطن يفهم ان هو مطبخ جد. والله لا انا قصدي بعمل. فبناخدها في معمل
وتخيلي بقى حضرتك ان احنا بنعرضها لجزء بسيط من خلايا السرطان اللي موجود في المريض. انا خدت منه الخلايا بتاعته وخدت منه خلايا سرطانية وزرعتهم في المعمل، بس خليت الخلايا السرطانية الخلايا المناعية بتاعتي بقت اقوى واكتر قوي ضد نوع السرطان ده، لان يدوبك بعرضها لجزء بسيط قوي من السرطان تبتدي بقى هي تاخد عليه انتيجين. بالظبط انه عندي جسم مناعي وحلو جدا لكن حصل له ضعف من السرطان، فانا باخده هو لسه فايبل وهو لسه حي كده وعلى قيد الحياه، بنهج مثلا هنفترض 1000 خليه، طبعا هي بالملايين لكن هنفترض مثلا 1000 خليه، وعرضها لشويه خلايا سرطانيه اللي المريض بيعاني منها. تبتدي هنا بقى الهندسه الوراثيه، تبتدي الخلايا اللي هي المناعيه تلاحظ ان ده العدو بتاعها منبهه بالظبط كده، وتبتدي تبقى هايبر اكتف وعندها قوه اجمد قوي ان تقتل الخلايا دي. يعني شوف حضرتك احنا بنتكلم على ايه، يعني بنتكلم بجد على اعجاز ما بعده اعجاز يعني. حلو، بقى عندي خلايا قويه قوي ضد نوع السرطان اللي موجود في المريض. هنا بقى اقوم واخدها نقول مثلا في حته تانية من المعمل واقوم حاطط عليها حاجات بالظبط كده، نقول مغذيات للتي سيلز لخلايا التي، مغذيات بالظبط كده. ابدي عارف حضرتك السماد بتاع النبات، بزود سماد ازود سماد، خلينا التي سيلز دي مش بس كمان بقت يعني عنيفه جدا ضد السرطان، بتتحول الى مليارات من الخلايا اللي هي اكتف قوي وهتبقى يعني متحفزه لخلايا السرطان. كويس؟ اصبح لدينا الكميه من هذه الخلايا اصبحت هي دي الكنز بتاعنا اللي هنهاجم بيه السرطان. بالظبط يعني كانه علاج بيولوجي كده منه فيه. مش كده؟ نقدر نقول ده يعني هو ده العلاج البيولوجي بقى للسرطان بالطريقه دي. بالزبط. طيب هذه الخلايا بقى يعني بعد التكاثر اللي بتحصل لها والتضاعف ده نحتفظ بيها ولا بندخلها في جسم المريض تاني ولا بنعمل فيها ايه؟ تمام. زي ما قلت حضرتك طبعا في الاول ما بنستخدمش التقنيه دي غير في الحالات العنيفه جدا من السرطان. فاللي بعمله ايه؟ لو سرطان عنيف قوي وقمت مدخل له مره واحده وهو عنيف قوي كده مره واحده خلايا عايزه تفتك بيه في ثواني، زي ما تقولي ايه حركه، هتبقى حرب هتنتهي بحريقه. فاعمل ايه؟ كل اللي بعمله بدي علاج بسيط قوي والمده قليله قوي عشان احجم بس السرطان، احجمه من ناحيه الحجم ومن ناحيه كمان النشاط بتاعه. يتحجم، اول ما يتحجم اقوم مديله الكنز اللي عندي للمريض نفسه مباشره يا دكتور. مباشره يا فندم، اتاكد يعني بس ادي الكيماوي النهارده وبعدها بساعات ادي يعني بس طبعا لازم اطمن بالاشعاعات والتحاليل ان حصل كمون على الاقل للسرطان ده، واقوم مدي بقى الكنز اللي عندي اللي مليان تي سيلز، مليارات من التي سيلز، وفي نفس الوقت يعني عندها كميه قوه رهيبه ان هي تكسر خلايا السرطان. طيب اما باجي ادي التي سيلز دي يعني بعد ما بياخد مرحله اوليه من الكيموثيرابي اللي هو العلاج الكيماوي ده، انا بدي الخلايا دي جرعه واحده ولا ممكن بديها على جرعات ولا هيبقى ومدتها قد ايه؟ وهل لو اديتها مره واحده او على جرعات بضمن القضاء على الكانسر ولا بيبقى ايه نظام؟ واسئله حضرتك صعبه جدا على فكره. هحاول والله ربنا يقدرني بس واجاوب عليها. صحيح والله، لان خدي بال حضرتك احنا يا دوبك بنتكلم من 2017. يا دوبك، فعشان كده المجال لسه جديد قوي. اللي لغايه دلوقتي ده بنحدده هو زي ما حضرتك قلت كده، لا بندي على مراحل. ما اقدرش طخ مره واحده ادي كله على كله. لا، فبديها على مراحل لمده قد ايه؟ لغايه لما اكتشف، الحمد لله دلوقتي عندنا تقنيات كتيره جدا مع المتابعه بالظبط، تحاليل واشعاعات، بحيث اقدر فعلا احدد حتى النسبه المئويه لاستجابه السرطان. في ناس بتستجيب بنسبه 100% وفي ناس بتستجيب بنسبه 0%. بمعنى ما بيصلحش معاها العلاج ولا ما بينفعش خالص العلاج.
ما عشان كده بقول لحضرتك احنا في مقابل هذا 100% بتستجيب. في 100% هو برضه حقوق يعني في عوامل اخرى بالظبط كده. زي ايه؟ نوع السرطان، مرحله السرطان، استجابته للعلاج اللي قبل مرحله الهندسه الوراثيه. تمام. وطبعا بقى سن المريض، حالته، اخباره ايه، هل يا ترى عنده سكر، عنده ضغط، عنده حاجات تانية. لكن لو واحد كده كويس طبعا بيفرق قوي ده من ده في تحمل اي علاج، حتى يعني اللي قبل الهندسه الوراثيه كمان بينطبق نفس الحكايه اللي احنا بنسميها يعني السن، بنسمي السن البيولوجي. يعني عارف حضرتك ساعات واحد يقول لحضرتك انا عمري 60 سنه، غريبه ده انت شكلك 40 ولا 45 كلك على بعضك كده وبتمشي وبتعمل بالظبط. وساعات العكس، واحد يقول لك عندي 40 سنه وعيني بالظبط كده بالظبط. ف يعني بتعتمد على كل العوامل دي. حضرتك قلت لي احنا اتفقنا على مراحل لغايه لما اتاكد ان الورم راح خالص. والمتابعه بالظبط يا فندم، وبرده تحليل الدي ار الام ار دي، وحاجه معلش ما كانش فيه بس فرصه ان انا اقولها، حاجه اسمها ليكويد بايوبسي اللي هو برضو دي حقيقي من اعجازات ربنا سبحانه وتعالى. ان انا لو طلع لي ورم في اي حته، طيب اشخص الورم ازاي؟ القاعده بتقول لازم اخد عينه عشان اعرف الورم ده عباره عن ايه، مرحله عامله ايه، واني نوع من انواع السرطان. دلوقتي كل اقدر اقول لحضرتك انه من غير ما استنى ان ورم يتكون، انا ممكن من عينه الدم، يعني انا مثلا عندي استعداد انه يجي لي سرطان في الرئه، كويس، ممكن قوي انا عشان مدخن فبعمل كل شويه فحوصات، وممكن عشان انا من ضمن الحاجات اللي هطلبها في التشيك اب بتاعي او الروتين بتاعي اطلب اي حاجه تساعدني ان انا اعرف هل انا احتمال يجي لي سرطان رئه ولا لا. بقى عندنا حاجه اسمها الليكويد بايوبسي او ان مجرد اخد عينه دم يا فندم، اللي هو العينه السائله، العينه السائله، تحليل العينه السائله بالظبط. هو بيفيدني قوي في ايه؟ ان افرض حضرتك ان انا عندي ورم وخدت علاج وخفيت، كويس، لازم متابعه. المتابعه دي دلوقتي ممكن جدا بعين الدم قبل ما استنى ان الورم يرجع لي تاني، بعين الدم قد كده. حضرتك لك ان تتخيلي ان ممكن اشوف الدي ان ايه بتاع الورم لو لسه في قابليه ان الورم يكون موجود ويرتجع عليا. والله يا دكتور مش عارفة أشكرك إزاي على المعلومات القيمة، وأكيد هيبقى لنا لقاءات تانية كتيرة جدا يعني تفيد الإنسان السليم للوقاية وللمريض إن شاء الله للشفاء. وفرصة سعيدة جدا، وبنشكر حضرتك دكتور، ألف شكر.